مساء الخير. في فيديو النهاردة هننفذ التصميم الجميل ده بس من غير فريم معدن. هستخدم خيط مكرمية قطن، الخيط ده سمكه أقل من 2 ملي. هشتغل على فتلتين وإبرة 6 ملي. هنحتاج حوالي 450 جرام، وهتلاقوا التفاصيل كلها دايما في صندوق الوصف. نعمل عقدة بداية وعدد من السلاسل حسب عرض الشنطة المطلوب. أنا اشتغلت 20 سلسلة. من السلسلة التانية اشتغل غرز حشو على حلقة ظهر السلسلة. بعد آخر غرزة في السطر الأول ارتفع بسلسلة والف الشغل واشتغل السطر الثاني حشو في الحلقتين. ارتفعت بسطور القاعدة عدد 7 سطور، وأبعادها هتكون 18 سنتي عرض و7 سنتي ارتفاع. بعد كده هعمل سلسلة واشتغل غرز حشو مقابل السطور، يعني 7 غرز على الجنب الأول. ولما نوصل لسلاسل البداية نعمل تزايد في أول سلسلة. بعد كده 18 غرزة حشو. بوصل لآخر سلسلة واشتغل فيها تزايد. و7 غرز حشو مقابل السطور على الجنب التاني. وفي أول غرزة من السطر الأخير نعمل تزايد. ونكمل السطر. ونعمل تزايد في آخر غرزة في السطر.
دي السلسلة اللي بدأنا بيها الدورة دي، هنتخطاها ونعمل حشو في الغرزة اللي بعدها. هشتغل حشو في الحلقة الخلفية. ولأن دي أول غرزة في السطر الأول في جسم الشنطة، لازم نعلمها. ونبدأ نشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية من غير أي تزايد أو تناقص. الدورة بالمقاسات دي مكونة من 56 غرزة. ارتفعت تقريبا 15 سطر أو 20 سنتي، وهعمل غرزة سحب في الغرزة اللي فوق العلامة بالظبط. وبعدها أقطع الخيط. بعد 4 غرز من نهاية آخر دورة برجع أشبك الخيط، بس المرة دي في الحلقة الأمامية. سلسلة بمثابة أول غرزة، واشتغل 27 غرزة حشو كلهم في الحلقة الأمامية. عدد الغرز اللي هنشتغله هو نص عدد الغرز في الدورة كاملة ناقص 1. سلسلة ونلف الشغل ونشتغل سطر تاني من 27 غرزة بس في الحلقتين. وكمان سطر تالت. دلوقتي بدخل الإبرة في الحلقة الأمامية من غرز أول سطر واسحب حلقة الخيط. سلسلة واشبك بداية ونهاية الثلاث سطور بغرز حشو. الحلقة الأمامية من السطر الأول، والحلقة الأمامية من السطر الثالث، واعمل حشو.
وده بيكون شكل الحرف. أقطع الخيط ومن الناحية التانية هنشبك الخيط بس بعد غرزة واحدة. ونكرر نفس الخطوات، فهنشتغل 27 غرزة حشو في الحلقة الأمامية. وبعد ما نرتفع بيهم 3 سطور نقفلهم على بعض بالشكل ده. بقص السوستة أطول من الحرف ده بشوية وبخيطها تحت سطر غرز الحشو ده. بالشكل ده السوستة بتكون مخفية. بستخدم طرف الخيط ده علشان أتني الجنب. هضيف اكسسوارات بسيطة زي دبابيس للقاعدة وممكن نستبدل السوستة باتنين قفل مغناطيس. اكتبولي لو عجبتكم الفكرة واستنوني في فيديو جديد.